ينضم إلينا الآن على الهاتف الشيخ علي فريد رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. حضرتك متابع بالتأكيد للمشهد الانتخابي، يعني أولا عايز أعرف تعليق حضرتك ومتابعتك للمشهد ونحن في تقريبا يعني اليوم الثالث والأخير قارب على الانتهاء. الحقيقة يعني بعيدا عن النفاق، يعني شعب مصر شعب عظيم. الملايين اللي خرجت النهارده وامبارح واول امبارح عشان تقول كلمتها في انتخاب السيد الرئيس، يعني الواحد عاش كل الانتخابات من ايام جمال عبد الناصر وانور السادات. لاول مره بنشوف الملايين خارجه بارادتها عشان تنتخب رئيس الجمهوريه. والحقيقه ده مش جاي من فراغ، ده تقديرا من شعب مصر للدور اللي قام به السيد الرئيس خلال 10 سنوات اللي فاتت، وازاي عاد لمصر كرامتها وهيبتها واحترامها، وازاي نفذ او تنفيذ المشروعات اللي تمت في كل المجالات التنموية والمشروعات الاقتصادية وقناة السويس، دي كلها مشروعات تمثل عائد كبير للوطن كله. فلذلك الشعب المصري قدر هذه الجهود وخرج بالكامل عشان ينتخب. احنا شفنا ازاي كلنا القنوات الفضائية وبنتابع، وكلنا بنشوف ازاي الملايين اللي واقفة قدام الانتخابات في الصعيد وفي سيناء وفي مطروح وفي يعني انا في سيناء النهارده برغم المسافات الشاسعة واللجان بعيدة، الناس كلها خرجت وراحت عشان تدي كلمتها. ويمكن المرة اللي فاتت في الانتخابات كانت شمال سيناء وسيناء اعلى نسبة حضور مشاركة في الانتخابات، وايضا النهارده زي شمال سيناء وزي كل محافظات مصر اعلى نسبة مشاهدة ان شاء الله مشاركة في الانتخابات. ودي كلمة حق في هذا الرجل اللي ربنا ارسله في هذه الفترة الحساسة، هو ربنا اصطفاه من 100 مليون عشان يتولى حكم مصر في هذه الفترة الحساسة. فاحنا عشان كده بنقول ان شاء الله مقدما الف مبروك، وبنشكر يعني الشعب المصري الشيخ علي يعني طبعا الشيخ علي ايا كانت بالتاكيد ايا كانت نتيجة الانتخابات فهو التصويت للشعب، والشعب سوف يقول كلمته في صناديق. ولكني احدثك ايضا عن سيناء تحديدا وعن توجهات المصريين في سيناء. يعني تحدثت أن هذه الانتخابات كما تقول أنها لأول مرة يعني ترى أعدادا كبيرة في سيناء تتوجه لصناديق الانتخابات، برأيك ما هي أهم الدوافع لدى المصريين وتحديدا في سيناء لاتخاذ يعني هذه الخطوة ولوجود هذا الدافع القوي؟ بص احنا بنتكلم عن ارقام، مش احنا بنتكلم سيادتك عن حقائق. النهارده احنا شفنا ازاي العريش ورفح وشيخ زويد، المناطق اللي كانت تشهدت حروب الارهاب وكانت بتواجه اصعب مرحله، النهارده الناس كلها خرجت في قرى الشيخ زويد ورفح والعريش ووسط وفي وسط سيناء وندخل عتنا بشكل يعني احنا نفسينا متفاجئين. الناس كلها القبائل كلها بتطلع في افواج وافواج عشان تروح اللجان، بعض اللجان بعيده جدا عن مقر اقامه هذه القبائل، ومع هذا تحملوا مشاق الانتقال عشان يقولوا للرئيس شكرا على كل الجهود اللي تحققت في سيناء خلال 4 سنوات الماضيه في كل مجالات التنميه، تطوير ميناء العريش البحري ومطار العريش وكل وشق الطرق. فعشان كده انا بطمن سيادتك، وكل الصور بتشهد الصور اذا كانت التلفزيون او القنوات او احنا بنفسينا شايفين ازاي شيوخ القبائل خرجت بكل قبائلها عشان تروح اللجان. فعشان كده بقول لحضرتك سيناء المره فاتت حصلت او حققت اعلى من نسبه مشاركه في الانتخابات. النهارده برضو سيناء بتقدم الاثبات انها دائما في مقدمه الشعب المصري
يعني حبا واكراما وتكريما للسيد الرئيس. طيب شيخ علي، يعني دائما ما يكون يعني التصويت في اي انتخابات بيكون بناء على يعني توجهات شعب ورغبات يعني يطلبون انها تتحقق في منطقتهم على الاقل، ماذا ترى انه يعني او تريدون ان يتحقق في سيناء في الفتره الرئاسيه القادمه؟ بصي حضرتك، خلال الفترة الست سنين اللي فاتت تم صرف 660 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء، شقة طرق وتطوير ميناء مواني ومحطات مياه وتحلية مياه، كل الكلام ده. خلال الفترة القادمة الأربع سنين القادمة، السيد رئيس المجلس الوزراء أعلن أثناء زيارته للعريش فترة من 10 ايام او من حوالي اسبوعين انه سيتم برضه صرف 330 مليار جنيه على مشروعات التنميه في سيناء. اذا احنا بنتكلم على منطقه مهمه جدا مرتبطه بالامن القومي المصري، وتعتبر هي بوابه مصر اللي لازم ان احنا كلنا نحميها وندافع عنها، ولن يتحقق ذلك الا بالتنميه. لما كانت سيناء صحراء جرداء شفنا ازاي في 56 احتلت، وازاي في نكسه 7 احتلت لانها فاضيه ما فيش ناس. لا، احنا محتاجين النهارده بناء على هذه المشروعات اللي تمت واللي بناها السيد الرئيس، النهارده ممكن ننقل من 13 الى 15 مليون مواطن مصري يعيشوا على ارض سيناء، وده هو الامن القومي الحقيقي للحمايه سيناء البوابة الشرقية. فأنا عشان بقول لك المرحلة القادمة زي ما أعلن السيد الرئيس أنه في تطوير لكل الخدمات الموجودة، إذا كان في مجال التعليم وفي مجال الصناعة وفي مجال الثروات المعدنية. وللحقيقة عايز أقول لحضرتك يعني الوحيد اللي اهتم بتنمية سيناء وإنهاء عزلتها هو السيد الرئيس. احنا كانت سينا الاول معزوله عن محافظات الوادي، عشان تدخلي سينا كان لازم تركبي المعديه وتقعدي 6-7 ساعات وممكن تباتي على المعديه عشان تعدي ثاني يوم. النهارده الرئيس عمل نفق تحيا مصر ونفق شرق بورسعيد بتعدي سينا في 3 دقائق. إذا الرئيس أنهى عزلة سيناء بالكامل، علاوة على كل المشروعات اللي تمت فيها. وأيضا يعني احنا بنقدر للرئيس توجيهه لكل جهات أنه الأولية المطلقة لأبناء سيناء في التعيين وفي المشروعات في كل ده. فإذا ده معناه أن احنا بنعيد الاهتمام بسيناء كمنطقة استراتيجية تمثل الأمن القومي المصري. طيب شيخ علي فريدي، يعني هل يعني ما نشاهده من أحداث وحرب يعني دروس تجرى الآن في غزة لدى الأشقاء الفلسطينيين في غزة من قبل الكيان الإسرائيلي، هل يعني ما نرى من تداعيات هذه الحرب على المنطقة له تأثير في توافد الناخبين؟ وأتحدث عن اتخاذ قرار الناخبين بالتوافد إلى صناديق الانتخابات، هل لهذه الحرب أي تأثير على يعني اتجاهات تصويت الناخبين في انتخابات الرئاسية؟ بصي حضرتك، سيناء هتظل مطمع النهاردة وبكرة لغاية 12 ساعة لأهميتها الاستراتيجية، أولا بالنسبة للأمن المصري ثم لموقعها الاستراتيجي. والكل بيسعى انه، واحنا شفنا من اهداف حرب الارهاب هو استقطاع سيناء من الدوله المصريه عشان اقامه ولايه مستقله. طبعا هتبقى خنجر في خاطر مصر كل شويه يهددوا بها. والحمد لله بتوجيهات السيد الرئيس والقوات المسلحه والشرطه تم القضاء على الارهاب. النهارده في خطر بيهددنا انه اسرائيل بتخوض حرب ضد قطاع غزه وضد الشعب الفلسطيني، وبتحاول التهجير، تعمل حق التهجير القسري، انه الملايين اللي عايشه في فلسطين وفي قطاع غزه انها تنتقل لتعيش على ارض سيناء. طبعا الرئيس مشكورا اعلن ان دخول سيناء وارض سيناء خط احمر لا يجوز تجاوزه. ولذلك احنا كلنا
احنا مش ضد الشعب الفلسطيني، احنا مع الشعب الفلسطيني، هم اخوتنا، لكن احنا بنقول انه ان فلسطين لاهلها، وانه لابد انه يعني حل مشكله فلسطين من خلال إقامة حل الدولتين، اللي هو الحل الدبلوماسي أو الحل اللي حق السلام الدائم. ولذلك أن كل شيوخ قبائل سيناء رفضا كاملا أي تهجير قصري على أرض سيناء، وإحنا مستعدين نقدم أرواحنا وآلاف الشهداء في سبيل الدفاع عن كل حبة رمل في سيناء. نعم، أشكرك جزيل الشكر الشيخ علي فريدة رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية. ومشاهدينا ما زلنا نتابع مع حضراتكم على شاشة الأولى تغطية المستمرة للانتخابات الرئاسية 2024.